جينا بقى في ايه، اكل العيش مر. ففكرت انا وزملائي في ان احنا هنعمل التقرير الاول، مش كده؟ فقلنا نسأل الناس ايه حكاية الاكل العيش اللي بقى مر قوي ده. أكل العيش مر؟ سؤال إجابته بتختلف باختلاف الشغلانات اللي بيسعى كل أصحابها لنفس الهدف، أكل العيش. وعم عبد التواب عنده العيش كله، لكن رغم ده بيتعب جداً عشان يقدر ياكله. أيوة صعبة، من الجرة الرجلي دي والوقفة بتاعتي دي لغاية الساعة 2 بالليل والساعة 3. أولاً صحتي والمجهود اللي أنا بعمله، ومفيش إنتاج. حالياً دلوقتي مفيش إنتاج. يا دوب اللي جاي العقد اللي رايح. في عيش بيبات معايا. وبحاول اكله انا، هو بيبي كيلو يعني بيجيب من حسبناها هتلاقي مثلا متر رغيف 75 جنيه، لو وزنتها تيجي كيلو 8 جنيه. ده في خساره جامده. منطر عشان عيالي، ما يعني اسال لهم. انا عندي 7 بنات منهم واخليه مريضه، يعني دي تعبانه اخر تعب، ولا عارف اعمل لها معاش، وانا عن نفسي مش عارف اعمل معاش. 68 سنة الشهر ده دخل بال 68، مش عارف اعمل معاش لنفسي. اصعب المواقف اللي احنا فيها بتيجي البلدية تشيلني ونوعي، دي اصعب مواقف. اما محمود فبيشتغل في النجارة، وده تسبب له في حادثة كبيرة اثرت على ايده، لكن الحادثة دي ما غيرتش وجهة نظره في اكل العيش. لا دي انا كنت بركب بباب وشغال على المكنة بسرعة، قامت ايدي خبطة في السلاح، سرحت كده. صعب ان تشتغل اليومين دول بالذات، صعب ان الواحد يلاقي شغلانه، فالواحد مصدق يلاقي شغلانه يمسك فيها بايده واسنان. ما تعودش ان انا اقعد، انا شغال من عندي 9 سنين، ما ينفعش اقعد. جسمي ما خدش على القعده ولا على الراحه. بنتعب بس بنلاقي، عمري في حد ما جيت على حاجه، انا مبسوط كده في شغلي ومستريح. المحارة وشغل البنا من أصعب الشغلانات البدنية، وقابلنا فيها أكرم وشعبان اللي جم من الصعيد مخصوص عشان ياكلوا عيش في القاهرة. والله هي محدش ماكلها بالساعة. المحارة شغل المحارة فيها شغل، يعني جبس ومونة والصناعة فيها حاجات كتير. دي أكتر حاجة متعبة المونة، بس إحنا ما بننزلها بدي، هنروح فيها ما بنشتغل في دي، ما بشتغلش في دي. برضه بيبقى ليها عمر معين، يعني الواحد لما بيوصل لسن الـ50 ما بقاش قادر يشتغل والله. تاني فعلا متعبة جدا، يعني هي من ناحية الفلوس كويسة، بس هي المصاريف برضو، بس تعب برضو مش بالساهل، يعني على قد ما كويس على قد ما تعب. كل ما تعبان واشتغل، يعني هي السقالات بيبقى ليها ناس معينة، عشان ما معيش فلوس بضطر انصبها، ممكن اقع اموت او اتكسر. فعلا عشان نصرف على بيوتنا، عشان ما اقولش الواحد اديني جنيه، وعلى نفسنا عشان نعرف نعيش. لكن غير كده كان هيبقى في اهداف تانية، لو في حاجة احسن، وظيفة بتاع. ما لازم نشتغل، الوظائف عايزة شهادات وعايزة. قالوا كتير ان اللي بيشتغل في صيانة العربيات بياكل الشهد، لكن صعب المقولة دي تستمر بعد ما نشوف الحاج محمد واللي بيشتغلوا معاه. الشغل مفيش حاجة سهلة، اللي بيخرج من بيته بيجيب الجنيه ما بيجيبوش بالسهل، يعني بيشوف المر قبل ما يجيبه، عشان ما بجيش اقعد على مكتب يعني، ولا بقى انا مرضى انا في التراب اهو 24 ساعة. الدنيا صعبة. ممتاز، يعني مفيش حاجة بتيجي بالسهل، الصنعة كلها متعبة، بس طبعا عشان الحاجه غاليه وكده هو ده اللي تعبنا اكتر. لكن انا ما بحسش بتعب الشغل، انا بحب الشغل. في اي وقت المؤاخذه ممكن لمده تضرب فيا، خلاص كل شيء انتهى. فعلا ضربت مني 100 حوالي سنه يحرق. شفت اللي طالع من الاسطوانات ده؟ او كل ده بيطلع السجن بيقفل السجن. تعالى روحي بقى، لما الواحد يروح ويجي ينام فالراجل بقى مزيكا بتطلع من السجن. مفيش حاجة بالسهل، مفيش حاجة بالسهل. الجنيه بيجي صعب والله، حتى حرقان الدم مع الزبون، يعني ممكن الزبون يجي فاصل تعمل له مثلا حاجة ب 10 جنيه عايز يديك 5 جنيه، ده برضه حرقان دم. خدنا على الشقة، خدنا على الشقة معانا يا صاحبي،
ما ينفعش ان احنا نقعد في بيوتنا، او حتى لو ربنا مدينا برضك في شقه. اما وائل واحمد ومينا فشغالين في شركه تامينات كبيره، وده اللي خلى وجهة نظرهم في أكل العيش ممكن تكون مختلفة. الشغل في مصر متعب. بقول لك الإنسان في كبر. يعني شغل في مصر متعب. ولازم الواحد فعلاً يستحمل حاجات معينة بتحصل في الشغل عشان الدنيا تعدي. يعني كل المهن بيبقى فيها صعوبة معينة للي بيقدمها. فلو ما كانش بيخلي الدنيا رايحة جاية مش هيقدر ياخد كل حاجة على أعصابه. شغلتنا برضه ما هوش مواعيد. النهارده العميل ممكن يطلبني الساعه 12 بالليل عشان يسالني على حاجه في الوثيقه بتاعته او في العقد اللي هو عامله، فطبعا لازم ارد عليه. كل شغل فيه مشاكل، سواء الشغل هنا او الشغل في اي مجال تاني لازم فيه مشاكل. فالنهارده انا مش هقبل المشاكل ديت، يبقى ما اقبلش بقى نوع الشغل خالص. بالنسبه لنا لا، الشغل فيه فلوس كويسه. النهارده انا جيت اخر الشهر حطيت الاي تي ام بتاعتي في المكنه، فسمعت صوت حلو كده. الصوت ده مريح بيريح، فمن تعب الشهر كله بيرتاح وانت بتسمع الصوت ده. شفت علاج التعب ده كله ايه؟ شويه صوت. الله الله، الناس على طبيعتها بتتكلم على طبيعتها. طبعا اخونا اللي اتكلم في الاول قال انا عندي 7 عيال بتاع العيش ومش عارف ايه، طيب هيطلع بقى واحد قاعد كده متقصع على الكنبه بقى الحلوه، ولا لكم بتخلف 7 عيال ليه؟ هو ما يعرفش على فكره الشيخ بتاع الجامع اللي انت معينه قال له ما تمنعش، كل عيل بيجي برزقه اوعى تمنع. فالراجل على فكره مش هيسمع كلامك، هيسمع كلام الشيخ اللي هو بيبلغه عن الله سبحانه وتعالى، او هم اعتقدهم ان الحكايه كده. فما تقوليش وانت قاعد مقصع كده على الكنبه ما عنده 7 عيال ما خلف له عيلين. هو ما يعرفش، ما حدش قال له، ما حدش قال له ان احنا اذا جبنا ناس قليلين لكنهم مهمين ده افضل بكتير جدا ما نجيب ناس كتير ويبقوا عاله على المجتمعات وما يعملوش لمجتمعاتهم حاجه. هو ما يعرفش التعبير ده، لو قلت له ما يفهموش، مش لانه جاهل، لا، لان انت اللي جاهلته. انت مين؟ انت اللي سبت الشيخ في كل حتت في مصر. خش كده اي جامع او اي زاويه في اي حته هتلاقي الشيوخ بيقولوا كده وقالوا كده كتير. فما تقعدش بقى تقول لي ده 7 عيال. اما التاني بقى اللي ابو موتوسيكل ده بيشتغل مهندس 9 سنين ضد كل قوانين الانسانيه في العالم، بيشتغل وبيشقى وبيتعب. اما بقى بتوع المحاره، فانا عايزك بس تبص بصه صغيره على فكره ايه هي. بتاع المحاره ده بيجي لك يمحر كده وبتاع ويعمل تراب وهيصه جامده في البيت، فانت بتجري على ما يخلص عشان ما تقدرش تشم التراب ده. الراجل ده على فكره كل يوم بيروح مكان يعمل القصه دي، فبيشرب تراب. عشان كده بقول لك احنا لما نيجي 50 سنة بيبقوا استووا خلاص، صدرهم انتهى. لحد قال العمال دي تلبس حاجه؟ ولا حد ساعدهم؟ ولا حد مثلا الناس اللي بيشتغلوا في البنا والبتاع المفروض يكون في الزام، لازم البتاع اللي بيلبسوها دي ولازم حاجه؟ ما قال لا لا لا، ما حدش بيلتزم بحاجه. فدي حاجات كلها لازم نبص لها كويس.